ذكرت في حلقة ماضية في حين حديثي عن التيفيناغني، ستحدث عن الخط المغربي بحكم أنه من الخطوط التي كتب بها أهالينا اللغة الأمازيغية. في الحقيقة قبل ذلك أود أن أتحدث عن الخط العربي واستعمال الشعوب الإسلامية كلها له في فترة من الفترات. أول من استخدم الحرف العربي في كتابة اللغة المحلية، بالإضافة إلى كتابة النصوص الإسلامية الأولى كالقرآن وكتب الفقه وإلى آخره، هم الفرس. الفرس استبدلوا الخط الفهلوي الذي كان يكتب به أجدادهم بالخط العربي، والذي أصبح معروف اليوم بالخط الفارسي. استبدل الأتراك، استبدل الهنود اللغة الخط السنسكريتي إلى الحرف العربي اللي هو مقتبس كذلك من الخط الفارسي. أهالي شمال أفريقيا لم يكونوا استثناء، فقد استبدلوا حرف التيفيناغ بالحرف العربي اللي هو يسموه فيه الخط الكوفي الحجازي، وهو أول خط وصل إليهم، وهذا سوف نتطرق إليه. طبعا الخط العربي أصوله ترجع في أصوله البعيدة ترجع إلى الخط الفينيقي الذي أعطى الخط النبطي. النبطي هذا أعطى الخط الحجازي الكوفي الحجازي عفوا الخط الحجازي، والخط الحجازي هذا أعطى الكوفي الحجازي، والكوفي الحجازي انتقل إلى شمال أفريقيا. طبعا عنده تفرعات أخرى، ليس هذا مجاله وليس هذا موضوعه، ولكن الذي يهمنا أن أول خط وصل إلى شمال أفريقيا. وبالمناسبة لا تسعفنا المخطوطات ولا النقوشات ولا الكتابات التي توجد على امتداد شمال أفريقيا في معرفة الخطوط الأولى وكيفية انتقائها وكيفية الانتقال بها لكتابة النصوص العربية والأمازيغية في شمال أفريقيا، إلا أنه توجد بعض الإشارات مثلا في بعض النقود كهذه العملة التي ترون، عملة موسى التي يعني صنعت في عهد موسى بن نصير سنة 92 هجرية، كتبت بالخط الكوفي الحجازي. طبعا ما يهمنا من هذا كله هو تاريخ انتقال هذا الحرف. يبدو أن أصول الحرف المغاربي أو المغربي، طبعا نسميه اصطلاحا الخط المغربي مقابلة بالخط المشرقي، وإلا الخط المغربي أنواع وأشكال، منه الخط القيرواني، عفوا تشترك كل هذه الأنواع والأشكال في خصائص ومميزات موحدة، ولكن تسمى كلها مع بعضها بالخط المغربي، ولكن في داخلها هناك المغربي التونسي الليبي الجزائري الموريتاني، بل حتى الخط السوداني يدخل في إطار الخط المغربي، ولو أنه خط يعني غليظ يتسم بالغلظة ويختم. طبعا هذا كله تتحكم فيه القلم الذي كتب به والمبرات وإلى آخره، هذا ليس مجالها، ربما نحدث فيما بعد. الذي يهمنا هنا في رحلة هذا الخط الكوفي القيرواني هو الامتداد لهذا الخط واستعمالاته في جبل نافوسا. يعني كنصوص مباشرة عن استعمال الخط المغربي في جبل نافوسا لا توجد لدينا نصوص حقيقة صريحة وواضحة، ولكن يمكن الاستسقاء ويمكن التتبع تاريخ هذا الحرف من خلال استقراء وتتبع المخطوطات النافوسية، وكذلك استقراء وتتبع النقوش النافوسية. في الحقيقة أقدم نقش مؤرخ في جبل نافوسا عن الخط المغربي أو كتب عن الخط المغربي هو خط كتب بيد عبد الملك بن يعقوب النافوسي في مسجد تنومايت في منطقة كباو. خط جميل جدا كما ترون هنا، غير منقط، شبيه جدا بالخط الكوفي، إلا أنه فيه طلائع أو بدايات الخط المغربي في تحاريف حروفه، في طريقة استخدام قلمه إلى آخره. وبالمناسبة توجد كذلك نقوش حول هذا الخط، هي نقوش أمازيغية بامتياز، وهناك رسم ترونه الآن في الشاشة عن هذه النقوش التي توجد إلى اليوم على أطراف تلابة وعلى الفخار وإلى آخره، ولكن وضعت على حواشي هذا الخط. والآية تقول، وهي الآية الأولى، هي فيها 7 آيات مختلفة. الآية الأولى تقول إنما يعمر مساجد الله، عفوا إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد لا توجد نقوش أقدم من هذه. توجد طبعا نقوش أقدم من هذه ولكن ليست مؤرخة. أنا أتحدث عن النقوش المؤرخة. يوجد نقوش مسجد أبا هارون اللي هو كذلك في كباو، والمقصود بأبا هارون هو أبا هارون التملوشائي. أبا هارون هذا
كما يذكر الشماخي وغيره، هارون حرف الهاء لا ينطقه الأمازيغ فيقال له أبارون. أبارون الذي أعطى لقب العائلة البارونية، ولا صحة أبدا للقب الباروني الذي هو يأتي من عماني، هو برواني، ولا صحة لذلك أبدا، ولا الأدلة هي تنفي هذا. الإمام أبارون أو الباروني اللي هو أضيفت إليه الألف واللام العربية وياء النسبة إلى آخره، الباروني هذا أو أبارون في القرن الخامس الهجري، وعائلة البرواني في عمان حقيقة لا يذهب تاريخها لأبعد من 200 سنة. على أي حال، هذا ليس موضوع الباروني. نعود إلى الخط المغربي في جبل نافوسة، عندنا هذا النقش اللي هو في مسجد الإمام أبا هارون التمنوشائي، كذلك كتب بخط مغربي جميل جدا شبيه بالكوفي. وفي هذه المناسبة نجد الأستاذ الورفلي في كتابه الآثار الإسلامية في جبل نافوسة دائما يقرن الخطوط المكتوبة في جبل نافوسة بالخط الكوفي الحجازي. للأسف الشديد يسميه الخط الكوفي المورق وإلى آخره. للأسف الشديد ليس هو الوحيد الذي يخطئ في هذا الباب، وليس هو الوحيد الذي ينتقل بنا يخلط بين الخط المغربي والخط الكوفي، حيث يوجد علماء كثيرون من ضمنهم فرنسيين كانوا يصنفون بعض الكتابات الكوفية ضمن الكتابات الشمال أفريقية، والكتابات الشمال أفريقية المغربية يكتبونها يصنفونها ضمن التصنيف الكوفي إلى آخره. بل نبه لذلك الأستاذ المناني في كتابه تاريخ الوراقة في البلاد المغرب، ونبه إلى ذلك عمر آفة في كتابه عن الخط المغربي، ونبه إلى ذلك وكتاب آخرين حتى مصريين نبهوا إلى هذه النقطة. للأسف فاتت هذه النقطة على الأستاذ الورفلي الذي قام بعمل رائع جدا في تأريخ آثار مساجد جبل نافوسة. على أي حال، النصوص المكتوبة، الإنسان دائما يتساءل عن النصوص المكتوبة والمخطوطة والوثائق وإلى آخره. وصلت إلينا بعض حتى الحجج والوصايات لبعض الأئمة، مثل عفوا الإمام الجيطالي مثلا، وصيته إلى أبنائه، وصيته إلى ورثته مثلا، كتبت بخط مغربي واضح وصريح. وصلت إلينا بطلا بعض الرسائل، رسالة الإمام عبد الرحمن بن رستم، لا أدري إذا كان هي أعيدت نسخها أم هي النسخة الأصلية، وفي غالب ظنه أعيدت نسخها. هناك مثلا بعض المخطوطات اللي كتبت بالعربية أو بالأمازيغية قديمة جدا وصلت إلينا مكتوبة بالخط المغربي. هناك مصاحف، هناك أشياء كثيرة. الخط المغربي للأسف الشديد يحتاج إلى المغربي في جبل نافوسة يحتاج إلى تأريخ وتدقيق وإعادة دراسة من خلال المخطوطات التي وصلت إلينا ومن خلال النقوش التي وصلت إلينا. يعني نجد أنواع وأشكال من هذا الخط، فيه الخط المغربي الصريح اللي هو يعني انتشر كثيرا في العهد الموحد، والذي نجد نسخة من المصحف له كما ترون في الشاشة. هذا المصحف النافوسي خد كتب بخط مغربي جميل جدا، للأسف أتلفت الصفحات المذهبة الأولى لصورة الفاتحة، وموجودة ولكنها متلفة لصورة الفاتحة وصورة البقرة، ولهذا رأينا أن نقدم لكم صورة واضحة مثل هذه. هناك الخط المغربي كتبت به أشياء كثيرة مثل ديوان الأشياخ، هذا نوع آخر من الخط المغربي ولو كان يدخل ضمن نفس الخط. جدي أو جد والدي الشيخ عيسى مادي رحمه الله كان درس في جامع الأزهر وإلى آخره، وكان خطاط معروف بالخط. وصلت إلي طبعا بعض من مخطوطاته، وهذه نسخة من كتابته الجميلة جدا بالخط المغربي الذي يشبه خط المصحف قبله. هذه الكتابة الجميلة جدا لديوان عبد الله الباروني، وكتب كذلك كتب فقهية، وكتب كتب كثيرة جدا استنسخها طبعا بالخط المغربي الجميل هذا. طبعا جدي يعتبر متأخر جدا في كتابة الخط المغربي، وسبب ذكري له أن هناك مفارقات عجيبة. من خلال تصفحي لبعض المخطوطات وجدت مفارقات عجيبة جدا، وكيف انتقلنا من الخط المغربي إلى الخط المشرقي الذي نكتب به اليوم. كيف انتقلنا؟ في الحقيقة هناك عاملين رئيسيين في الانتقال من الخط المغربي إلى الخط المشرقي. العامل الأول عامل الدراسة والبعثات الدراسية في بلاد في مصر وفي وكالة الجاموسة. هناك مخطوطات كثيرة كتبت إما بالخط المغربي أو المشرقي إلى آخره. هذا العامل الأول. العامل الثاني في الحقيقة هو عامل الدولة العثمانية، والدولة العثمانية حقيقة في مرحلتها الثانية، وكذلك العهد القرملي.
تجدون هنا مثلا وثيقة كذلك من أسرتي، يعني من جدنا الأول، مكتوبة بخط اللي هو النسخ العثماني هذا، وكتبت والتنقيط والهمزة وإلى آخره كتبت بخط مشرقي، يعني نجد اجتماع بين الحرفين. الحرف المشرقي هذه بدايات انتقال هذا الحرف من الكتابة المشرقية، الحروف وطريقة الرسم والفنية في الكتابة مشرقية وهي عثمانية، والتنقيط مغربي، يعني بدايات الانتقال. بل وجدنا العكس، وجدنا كتابات مغربية بتنقيطات مشرقية كما ترون في هذا النموذج. كتبت بالحروف الأمازيغية مثلا كتاب إغاثة دي بريدن، كتب بخط مغربي واضح وصريح وبنقاط وتنقيط مغربي صريح، اللي هو إغاثة دي بريدن باللغة الأمازيغية. هناك نصوص أخرى كما ترون هنا، ولو كانت بخطوط رديئة، أبيات شعرية باللغة الأمازيغية، مراسلات باللغة الأمازيغية مخلوطة بالعربية، مكتوبة بالخط المغربي ومنقطة ومخلوطة بالخط المشرقي كذلك، إما مشرقي مكتوب بالحروف بالتنقيط أو نظام التنقيط والهمزة ونهاية الكلمات بالخط المشرقي المغربي، أو العكس صحيح. يعني هناك تفاعل حقيقة في 200 سنة الماضية، انتهت به الأمر للأسف الشديد، الاقتباس أو الكتابة بالخط المشرقي الذي غلب بسببين مهمين. السبب الأول، وجدنا أن أكثر الطبعات الحجرية التي طبعت في بلاد المشرق طبعت بخط مشرقي، والباروني ليس استثناء من هذا، الكتابات التي طبعتها المطبعة البارونية الحجرية أكثرها بخط مشرقي. المطبعات الحجرية الجزائرية مثلا في العهد الاستعمار الفرنسي كتبت بخط مغربي، من ضمن هذا إغاثة دي بريدن الذي رأيتم قبل قليل. هناك مثلا فهذه كلها العوامل أدت إلى انتصار الحرف المشرقي على الحرف المغربي. أضف إلى هذا أن الحرف المغربي لم يتم تقعيده، وإنما يحفظ يعني نظريا، ويعني مثلا أقصد بالتقعيد أنه هو النقاط التي وضعت إلى آخره. هناك محاولات في المغرب الأقصى على الاهتمام والكتابة بالخط المغربي، ومحاولات لتقعيده إلى آخره، تم وضعه بصورة تقنية أو كما يقال بصورة رقمية في الكمبيوتر كذلك، أنواع من هذا الخط المغربي، الخط القيرواني، الخط الأندلسي، الخط المغربي إلى آخره. إذن يعني عودة إلى الخط المغربي، كما ذكرنا من البداية هناك نقوش قديمة جدا في جبل ناكوسا مكتوبة بالخط المغربي الذي تشابهت على البعض أنه خط كوفي. هناك مراسلات ورسائل، وهناك مخطوطات أمازيغية وعربية في جبل ناكوسا كتبت بهذا الخط المغربي. يقول الأستاذ المغراوي كلمة جميلة جدا عن الخط المغربي، يقول يعني بعد حديثه عن يعني انتقال هذا الخط يعني واستخدامه من قبل الشعوب الإسلامية كلها، ابتداء من الصين وتركمانستان والهند وبلاد فارس والأتراك وإلى آخره، كلهم كتبوا بالخط العربي، حتى الصين على فكرة يعني، وبلاد إفريقيا السوداء وشمال إفريقيا لم يكونوا استثناء من هذا. قال بعد ما ذكر أنهم استخدموا الحرف العربي، تحدث عن قاعدة الاستثناء المغربي. هناك يعني قاعدة الاستثناء المغربي ليست فقط في كتابة الخط ومعيارته وكتابته ووضع أسسه المغاربية يعني لإبراز الهوية المغاربية في الكتابة هذه. والغريب يعني هي في بلاد الأمازيغ انتقل هذا الحرف أو استخدم هذا الحرف بدرجة أولى، ثم انتقل عبر الدولة الموحدين أو عبر الإباضية الذين نقلوا الإسلام إلى أفريقيا السوداء فكتبوا بهذا الخط. على فكرة عند حديثي في حلقات قادمة عن فن العمارة في جبل نافوسا سوف نتحدث عن انتقال حتى العمارة إلى بلاد أفريقيا، بل حتى طريقة تلقين وقراءة القرآن اللي هي تسلك هذه التي يقرأ بها القرآن في شريط وثائق وضعته عن القرآن الكريم، استخدمت هذه الطريقة في أفريقيا السوداء إلى اليوم هذا في تلاوة القرآن نفسه. إذن في الفقه للمذهب الإباضي مثال بارز وواضح على قاعدة الاستثناء هذه، وهي تكييف الدين الإسلامي على هذه القاعدة. على فكرة يعني الإباضي بما أنهم كانوا تجار، وهذا ربما يتحدث فيه من أقدر مني في الحديث هذا عن هذا الموضوع،
قعدوا يعني اقتبسوا من ليس لديهم أي إشكالية مع المذاهب الإسلامية الأخرى، اقتبسوا أشياء كثيرة في المذهب في الفقه الإسلامي من المذاهب الأخرى. وهناك بعض الكلام يحتاج إلى التحقيق، وهي مدونة ابن غانم أصولها ربما ترجع أصولها إلى مدونة الإمام مالك، ولكن في قسم التجارة مثلا هناك استثناء مغاربي بامتياز في استنباط للأحكام، لأنهم لم يكونوا أناس يكتبون الفقه الإباضي عن بواقع تجريدي، بل كانوا أنفسهم تجار. هؤلاء الفقهاء كانوا أنفسهم تجار في أغلبهم، فكانوا يرون يطبقون القواعد التجارية هذه الإسلامية على كذا، فأخرجوا فقه تجاري متكامل متكامل إباضي. على أي حال هذا ليس موضوعنا، موضوعنا هو قواعد الاستثناء المغاربية، يا إما في العمارة يا إما في الفقه. وحتى في المذهب على فكرة المالكي هناك خصوصيات، وكتب بعض الأصدقاء في هذا الباب و نشرت في بعض المواقع الليبية قواعد الاستثناء في الفقه المالكي إلى آخره، اللي هي فقه النوازل يسمى. فهو يعني حقيقة يخص البلاد في حد ذاتها، ويحدد هوية هذه البلاد أو يجسد احتياجات هذه البلاد ويكيفها إلى آخره. على أي حال الخط المغربي الذي تحدثنا عنه ليس، وهو موضوع يحتاج إلى دراسة بتعمق شديد جدا، فهو مما لا شك فيه خط عربي تم استخدامه استثنائيا في شمال افريقيا، كما استخدامه استثنائيا في بلاد فارس، فخرجت لنا اخرجت لنا الخط الفارسي وفي البلاد الاخرى، ولكن في في في, في البلاد المغربي للاسف الشديد تم التخلى عنه كلية، الا باستثناء المغرب الاقصى، حيث ان نجد الى يومنا هذا كتابة اسماء الشوارع، المصحف كتب بسبعة اقلام من أقلام، وعندي هذه المصاحف السبعة حقيقة في كتابة الخط المغربي. وفي تونس إلى الآن كذلك يكتبون بالخط المغربي، وفي ليبيا هناك محاولات كثيرة جدا للكتابة بالخط المغربي هذا، ولكن ليس له اهتمام من قبل الدولة. الخط المغربي هذا أنا أشك أن يكون هناك حتى استثناء نفوسي في كتابة هذه في كتابة المخطوطات وكتابة الوثائق والحجج إلى آخره، تحتاج إلى دراسة عميقة، دراسة لهذه المخطوطات بتمعن، وإخراج الأنواع المختلفة من هذا الخط المغربي التي كتبت في جبل نفوسة، سواء في النقوش أو في الرسوم. ويكون ربما من الجراء بمكان الحديث عن الخط الكوفي اللي هو الهندسي هذا، وعلى مدى علاقته أو مدى يعني التقائه بخط التيفيناغ. نعم انهم خطوط مختلفين جدا، ولكن اجدادنا كانوا يكتبون حروف التيفيناغ بخط هندسي مربع ومثلث، ربما يكون من الجراء بمكان الحديث عن هذا الاثر او التاثير المتبادل بين الخطين. نتمنى مستقبلا ان نقوم بدراسه وافيه وكافيه عن هذا الخط واستعمالاته في جبل نفوسة، الخط المغربي الجميل بلا يعني منازع أنه خط جميل جدا جدا جدا، استخدمت في كتابة المصحف في جبل نفوسة، واستخدمت في الرسائل، واستخدمت في النقوش، واستخدمت في أماكن كثير جدا. للأسف الشديد في طريقه للضياع كما ضاعت موروثات ليبية ونفوسية كثيرة جدا.